السلام عليكم، كيف حالكم اصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة باخر اخبار العملات الرقمية. طبعا اصدقائي، اخبار مهمة حاليا، طبعا باقي ايام قليلة لجلسة البنك الفدرالي الامريكي. طبعا اخبار كبيرة بتقول انه راح يتم رفع الفائدة او راح يتم تسريع رفع الفائدة. اما بلش بالفيديو اصدقائي، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية، ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، اترك لك الرابط اسفل الفيديو. خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو حتى نشرح المزيد عن اضرار رفع الفائده، شو صار بعد ما تم رفع الفائده بالفتره الاخيره. خليكم معنا لبعد الانترو. طبعا اصدقائي، حاليا سعر البيتكوين 38400. طبعا اصدقائي، تم رفع الفائده بالمره الاخيره يوم 16 مارس، محل ما حطيت انا السهم الازرق الموجود امامكم بهاي الشمعة، تم رفع الفائدة او تم الاعلان عن قرار رفع الفائدة من البنك الفدرالي الامريكي. طبعا وبعد القرار ارتفع البيتكوين على عكس المتوقع وضرب قمة 48,000 دولار. طبعا اصدقائي، مجرد رفع الفائدة في سوق العملات المشفرة بيصير انهيار في سوق الاسهم وسوق العملات المشفرة، لان رفع الفائدة بتأثر بشكل كبير على سوق الاسهم وسوق العملات المشفرة، لان بيصير المستثمرين بياخذوا الاموال او يحطوا راس مالهم الخاص فيهم من المنصة او من سوق العملات المشفرة وبينقلون على البنك طبعا حتى يحصلوا على فوائد من ايداعهم. لذلك اصدقائي، رفع الفائدة بيضر التجار او بيضر المتداولين والمستثمرين بسوق العملات المشفرة وسوق الاسهم. طبعا اصدقائي، في هاي المنطقة تم رفع الفائدة، وفي هاي المنطقة اصدقائي لمس في مقاومة عند 48,000. وبعد اصدقائي، بعد هاي المقاومة صار انخفاض كبير، ونحن حاليا على بعد يومين فقط لحتى يتم رفع الفائدة. طبعا اصدقائي، عندي مخاوف كبيرة جدا، والمخاوف الاولى اللي هي اصدقائي من كسر الدعم اذا تم رفع الفائدة. طبعا حاليا سعر الفائدة 0.25، يعني تقريبا ربع 1%. من المتوقع رفع الفائدة بنسبة 100% وتصير 0.5، يعني نصف 1%. رفع الفائدة اصدقائي ممكن يكون عنده تأثير سلبي جدا ويكسر الدعم ويودينا البيتكوين لمنطقة 30,000 دولار. هذا امر وارد جدا اصدقائي، لكن بهاي المنطقة اصدقائي عمل حركة مضادة او حركة عكسي، وارتفع البيتكوين حتى يوصل لمنطقة 48,000 دولار. في حال رفع الفائدة اصدقائي، طبعا عندي احتمالية كسر الدعم وعندي احتمالية كسر المقاومة، خاصة ان احنا صلنا عن منطقة دعم وعند منطقة تجميع طاقت منها في المرة السابقة. لذلك اصدقائي، التداول بهاي المناطق حاليا كان لونج او كان شورت، طبعا لازم تتداول بشكل حذر جدا. ليش بتداول بشكل حذر؟ صفقات اللونج اصدقائي حاليا خطيرة جدا في ظل ارتفاع سعر الفائدة، وصفقات الشورت عند خط دعم كمان امر خطير جدا وامر سيء جدا، فانت معرض للارتداد من خط الدعم في حال فشل الكسر. حتى لو ارتفعت نسبة الفائدة فنحن مهددين بفشل كسر الدعم. لهيك التداول بصفقات الشورت أمر سلبي جدا. تقدر تتداول صفقات لونج، لكن صفقات لونج تتداول كمان صفقات لونج بشكل حذر جدا. ارتفاع سعر الفائدة، نحط في بالنا أنه ارتفاع سعر الفائدة ممكن يكسر الدعم، وممكن يفشل بكسر الدعم، ممكن يكسر المقاومة، وممكن يفشل بكسر المقاومة. عندي هالأربع خيارات أصدقائي. طبعا السوق غير واضح أبدا، نحن عم نمر حاليا أصدقائي بمشاكل كبيرة جدا بسبب الأيام اللي نحن عم نمر فيها. هبوط قاسي جدا صار لسوق العملات المشفرة، هبط البيتكوين من 48,000 إلى 38,000، هبط 10,000 دولار. هذا أمر كبير جدا، طبعا نحن حاليا بترند هابط من مدة طويلة جدا. لهيك اصدقائي، يفضل تداول بحذر بستوب لوز على خسارة معينة وتطلع من صفقتك. انا من وجهة نظري الشخصية اصدقائي، بتوقع ارتفاع سعر الفائدة اصدقائي راح يرفع من سعر العملات المشفرة مثل ما صار بالمرة الماضية. هذا هو توقعي الشخصي اصدقائي. طبعا باقي 2 أيام و7 دقائق. طبعا الارتفاع الماضي بسعر الفائدة كان يوم 16 مارس الجلسة الماضية، طبعا حاليا الجلسة يوم 4
مايو، يوم 4 مايو هاي الجلسة القادمة أي بعد يومين. طبعا السعر المستهدف، السعر المستهدف هو 0.5 ما بين الربع إلى النصف في المية، هذا السعر المستهدف الأول. والسعر المستهدف الثاني من النصف إلى ثلاثة أرباع الواحد في المية طبعا، والهدف الثالث من 75% للواحد في المية إلى الواحد في المية. لذلك أصدقائي الارتفاع بسعر الفائدة ممكن يأثر بالسلب والسلبية الكبيرة كمان على سوق العملات المشفرة، التداول بحذر أصدقائي. طبعا أصدقائي الخبر الإيجابي أصدقائي أنه الدولار ضرب قمته التاريخي، لهيك أصدقائي ارتفاع مؤشر الدولار مقابل اليورو بسبب انخفاض سوق العملات المشفرة، وانخفاض الدولار مقابل اليورو بسبب ارتفاع بسوق العملات المشفرة. طبعا أصدقائي بالأمس رسمت شمعة أو أول شمعة حمراء من فترة طويلة على فريم اليوم بالنسبة لمؤشر الدولار، لهيك أصدقائي حاليا نتوقع انخفاض مجرد ما صار انخفاض بالدولار بعد ما ضرب قمته التاريخي، ممكن الدولار يسبب عندي شوية تصحيح أو شوية هبوط، وهذا الهبوط أصدقائي ممكن يشكل عندي ارتفاع بسوق العملات المشفرة. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.